أول مرة. صباح أنا حالي برابي عندي وقت الحساب. ضحايا الإتجار بالبشر بيحكوا عن معاناتهم. الزبون هذا الزبون ما بده بلا كوندوم واسمن عنك بدك مرة. بالصوت والصورة واسمن عنك ما مرقت الصفحة بتاعتك. مين بده يقضي على أمن الدولة؟ فضيحة الأمن الداخلي، مين تجرى على السرقة ومين عم يسعى للإصلاح؟ هذه العقوبات كنا نسمع فيها ونقراها بالنصوص، بحقيقة صارت أمر واقع. بالإضافة لانتخاب أكبر جورة بلبنان. أكبر جورة؟ بس سني مش موجودين لا في جور لا في شيء بلبنان. مواضيع كتيرة بتهم كل مواطن. هو في حل لو وين ما بعرف. بعلم صبر مع غادة عيد السبت 6:30 مباشرة على الـ MTV.